الموضوع اللي غادي ناخذو البنت اللي هي ضعيفه وبغات تغلط، شنو هما الطرق اللي تقدر تساعدها؟ البنت اللي بغات تغلط، اول حاجه كيخصك تعرفي النوع ديال جسمك كيفاش داير. كاين البنت اللي كتاكل اللي كلات ما كتغلطش، وكاين واحد البنت اخرى اللي هي ما عندهاش الشهيه، يعني كتقدر تاكل غير وجبه واحده في النهار وكتبقى ديما فايبه. ف كيخصك تعرفي انت واحده من هاد جوج. الا كنتي انت من البنت اللي كتاكلي اللي بغيتي وما كتغلطيش، عارفي بان الميتابوليزم ديالك يعني طالع بزاف، انت غتبقى تلقاي صعوبه كيفاش انك يعني تغلطي. باغ كونتر البنت الاخرى اللي هي ما عندهاش الشهيه، سهل اننا نخليو الشهيه تجيها. كيفاش غتجي الشهيه؟ اوتوماتيكمون فاش غتولي دير مجهود بدني، كما نقولوا مثلا تدخل بدا دير يعني بناء العضل، اوتوماتيكمون الجسم كيبدا يطلب. فاش انت كتبدا دير مجهود عضلي، الجسم كيبدا يطلب، باغي ياكل. فهنا غادي تبلي يعني كيخصك غير تنظمي الماكله ديالك، غير ما تبقايش تاكلي بطريقه اللي هي غير صحيه، كتولي تاكلي بطريقه هيلتي، يعني كتعرفي الماكله الصحيه اللي غتفيدك. كتولي تفطري، ديري السناك بين الغداء والفطور، كتغداي وبين الغداء والعشاء كديري السناك، والعشاء حتى هو كيكون يعني كتولي خمسه الوجبات، ولكن كيكونوا معقولين، ماشي ضرب ليا طبسيل ديال العدس ولا ديال اللوبيا ولا يعني كيولي داك البلا بلا يعني مقسم بين مثلا 100 غرام ديال الروز او 200 غرام ديال الروز، 100 غرام ديال الدجاج مشوي او لا الحوت او لا اللحم، الخضره تكون سوتي او لا تكون خضره يعني فريش عاديه، هكذا كيكون البلا ديالك، ما كيخصش يكون يعني كونتيتي كبيره. هادشي اللي قلنا، يعني البنت اللي هي مثلا ما عندهاش الشهيه، كوني متاكده بانك الا درتي مجهود عضلي غادي تجيك الشهيه. ندوزو للبنت الاخرى اللي هي مثلا كتاكل اللي بغات وما كي ما كيتزادش عندها الوزن. هذه كيخصها يعني كما نقولوا حتى هي دير مجهود عضلي، تخدم غير ميسكولاسيون، الكارديو تحاول ديرو غير مره في السيمانه، علاش؟ حيت هي ديجا كتحرق. الماكله ديالها كيخصها تكون طالعه على البنت الاخرى، فمثلا الاخرى مولفه كتاكل 100 غرام ديال الروز و 100 غرام ديال الحوت اولا ديال الدجاج، انتيا كيخصك تطلعي في البرسنتاج ديال الكاربس اللي هو الروز اولا لي بات اولا البطاطا مسلوقه، هادو كيخصك تولي في كل وجبه مثلا دير 200 غرام، فهمتي؟ مثلا فطور تاخذي جوج توستات، ولكن كيخصك تاخذي الخبز اللي هو كامل، ما تاخذيش الخبز اللي هو عادي. السناك اللي هو بين الغداء والعشاء كيخص بين الفطور والغداء كيخصو يكون مثلا حتى هو فيه كربوهيدرات، خاص مثلا يكون مثلا داكشي اللي موجود في المغرب، كتشدي مثلا دانون كديري معاه واحد 100 غرام ديال الرز، عاوتاني كيجي الغداء عاوتاني كتدخلي عاوتاني مثلا بطاطا مسلوقه اولا كتدخلي العدس اولا كتدخلي اللوبيا، ولكن اكيد مع البرو مع الدجاج ومع الخضره. كيجي عاوتاني السناك بين الغداء والعشاء كتدخلي عاوتاني شي حاجه اللي فيها يعني كاربس، مثلا عاوتاني تشدي عاوتاني دانون ديري معاه النخاله اولا ديري معاه الفلوكون دافون كما كيقولوا في المغرب، فهمتي؟ كيجي العشاء عاوتاني دخلي لي بات، ماشي مشكل. فنسبه الكربوهيدرات ديال ديك البنت اللي هي كتحرق بزاف كيخاصها تكون طالعه، والمجهود العضلي كيخصو يكون يعني قليل، مثلا غير 45 دقيقه في النهار تمشي دير لا ميسكولاسيون تخدم على الميسكل صافي، كارديو كديرو مره واحده في السيمانه. البنت الاخرى هي اللي شويه اللي خصها تلعب غير على الشهيه، هذيك غير تقاد الماكله ديالها وما تحاولش تهز بزاف حيتاش غادا تغلط دغيا.